داخل علينا رمضان وشكلنا مش هنشوف بعض. ليه يا عم، احنا هنخصم بعض ولا ايه؟ يا عم مش هتعرف نخصم بعض ولا حاجه، بس احنا كل رمضان ما بنتقابلش، مش عارف ليه. وانا اصحى على الفطار وانام واصحى على السحور كاني شهر نوم. اه صح، احنا السنه اللي فاتت ما شفناش خلقه بعض الا في العيد. لا وانت الصادق، احنا تقابلنا في الوقفه عشان كنا بنحشم. انت صح، صدقوا بالله احنا مش هشم ريحه الجنه طول ما احنا كده. هم عايزين نتفق من دلوقتي هنخرج فين في العيد. اسكندريه. اسكندريه يا عم، فلاحين وحلال محشي. لا احنا هنروح السخنه. احنا نجهز بعضينا ونلم بيت الشله.